بسم الله الرحمن الرحيم، معكم هاني بسام، وبإذن الله في الفيديو هذا حنتكلم على جزئية Introduction to Medical Parasitology أو مقدمة علم الطفيليات. بالنسبة للجزئية هذه جزئية سهلة وبسيطة، تتكلم على مجموعة من المصطلحات والمفاهيم اللي حتمر عليك خلال دراستك للمادة، وبالتالي من المهم جدا أنك تمر عليها قبل ما تمر على أي من الجزئيات الأخرى باش تفهم المقصود من المصطلحات والمفاهيم هذه في سياق الحديث، بالإضافة إن يجي عليها أسئلة سواء في الامتحان النصفي أو الامتحان النهائي. بداية لازم نعرفوا إن علم الطفيليات يتكون من طرفين، يتكون من الطفيل اللي هو الباراسايت، ويتكون من العائل اللي هو الهوست. الباراسايت عبارة عن مخلوق حي يعيش معتمد على مخلوق حي آخر اللي هو الهوست. بمعنى آخر، الباراسايت يستغل الهوست، يستمد منه الفائدة، وممكن يسبب له حتى مرض، وهذا اللي يهمنا احنا تحديدا كأطباء اللي هو التركيز على الطفيليات المسببة للأمراض. نبدأ بإذن الله بالتعريف. Medical Parasitology، علم الطفيليات الطبية، هو علم يهتم بدراسة الطفيليات الباراسايتس اللي هم عبارة عن living organisms، عبارة عن مخلوقات حية تختلف خواصها باختلاف أنواعها، فمثلا أحجامها تتراوح بين الماكرو والمايكرو. اعتمادها للهوست قد يكون اعتماد مؤقت temporary أو اعتماد كلي ودائم permanent. وجودها في جسم الهوست قد يكون داخل خلاياه intracellular أو خارج خلاياه extracellular، ومش من الضروري أن الباراسايت يتواجد داخل جسم الهوست in the body of a host. أحيانا نلقوه على سطح جسم الهوست on the body of a host. الطفيليات ممكن نلقوها على هيئة حقيقيات النواة يوكاريوتس أو بدائيات النواة بروكاريوتس على حسب الطفيل اللي نحكو عليه. كقاعدة عامة بإمكاننا نقوله إن أي مخلوق حي يستغل مخلوق حي آخر يطلق عليه مصطلح باراسايت. فمثلا البكتيريا تعتبر باراسايت، ريكيتسيا اللي هي نوع من أنواع الجرام نيجاتيف بكتيريا أيضا تعتبر باراسايت، الفيروسز كذلك، الإنسكتس الحشرات بعضها يعتبر طفيلي، والورمز الديدان، في مجموعة من الديدان يطلق عليها مصطلح هيلمنتس اللي هم الديدان الطفيلية. طبعا الطفيليات بشكل عام تعتبر باثوجينيك مسببة للأمراض، لكن توجد أيضا طفيليات نون باثوجينيك أي مسالمة وغير مسببة للأمراض. خلال دراستنا للباراسيتولوجي علم الطفيليات حنمر على ثلاثة جزئيات أساسية. الجزئية الأولى اللي هي في العادة منهج نصفي، جزئية البروتوزوا اللي هي عبارة عن طفيليات أحادية الخلايا يونيسيلولر حقيقية النواة يوكاريوت، ويندرج تحتها العديد من الطفيليات منها البلازموديوم مسبب مرض الملاريا وغيرها هلبة من الطفيليات اللي حنمر عليها بالتفصيل في جزئية البروتوزوا. جزئية أخرى حنمر عليها هي جزئية أريثروبودز أو ميديكال إنتمولوجي اللي هو علم الحشرات الطبية، سواء الحشرات هذه كانت طفيلية بحد ذاتها أو ناقلة للطفيليات. أيضا جزئية أخرى حنمر عليها هي جزئية الهيلمنتس أو الديدان الطفيلية اللي تعتبر متعددة الخلايا مالتي سيلولر حقيقية النواة يوكاريوتس، ويطلق عليها أيضا مصطلح ميتازوا. نبدأ بالمصطلحات المهمة. أولا infection العدوى. infection في علم الطفيليات تعني وجود وتكاثر الطفيل داخل جسم العائل in a host. من الضروري نركزوا إنها in a host داخل جسم العائل، مش on a host مش على سطح جسم العائل، لأن on a host لها مصطلح آخر اللي هو infestation. بما أننا نحكو على infection، في معلومة مهمة لازم نحكو عليها، واللي هي أن بعض الطفيليات وخلال دورة حياتهم بالكامل يقعدوا في شكل واحد فقط، أي الطفيليات هذه لا تتغير من شكل إلى آخر. الطفيليات هذه حتكون قادرة على تسبيب العدوى للعائل أمتى ما تبي كان أتاحت لها الفرصة، لكن في طفيليات أخرى وخلال دورة حياتها تتطور من شكل إلى آخر، من ستيج إلى ستيج. الطفيليات هذه مش حتكون قادرة على تسبيب العدوى للعائل أمتى ما تبي،
إنما لازم تكون في شكل معين، في ستيج معين من دورة حياتها يسمى بالإنفكتيف ستيج أو الشكل المعدي. طبعا الستيجز اللي يمر بهم الباراسايت خلال دورة حياته تم تسميتهم على أساس وظيفتهم. فمثلا إنفكتيف ستيج الشكل المعدي زي ما قلنا هو الشكل القادر على تسبيب العدوى. أما عن الباثوجينيك ستيج الشكل الممرض فهو الشكل القادر على تسبيب المرض. فبإمكاننا نقول إن الطفيل دخل لجسم العائل على هيئة الإنفكتيف ستيج ومن ثم تطور إلى الباثوجينيك ستيج وبدأ يسبب مرض. Diagnostic stage الشكل التشخيصي هو الشكل اللي حيلقاه عامل المختبرات في العينات المسحوبة من العائل المصاب. بالنسبة للطفيليات اللي عندها شكل واحد فقط فالشكل هذا حيكون infective وحيكون في نفس الوقت pathogenic وحيكون في نفس الوقت diagnostic. بالنسبة لمصطلح infestation زي ما قلنا هو وجود وتكاثر الطفيل لكن المرة هذه على سطح جسم العائل on a host. Disease المرض هي المرحلة التي تلي مرحلة الانفكشن بحيث تبدأ تظهر أعراض مرضية signs and symptoms على العائل المصاب. نحط في بالنا أن الانفكشن مش دائما يتبعه disease. أحيانا الطفيل يجد الظروف غير مناسبة أنه يسبب مرض، فمثلا مناعة العائل تكون عالية. في الحالة هذه يقعد الطفيل ويتكاثر في جسم العائل من غير ما يسبب له مرض. في الحالة هذه الانفكشن يسمى asymptomatic infection، يعني عدوى غير مصاحبة للمرض أو غير مصاحبة للأعراض. وفي الحالة هذه الهوست يعتبر carrier، يعتبر حامل للطفيل. الموضوع هذا مهم تحديدا لعلماء الأوبئة الإبيديميولوجيستس لأن الكارير حامل الطفيل ما يندريش في العادة أنه هو حامل الطفيل كونه لم تظهر عليه أي أعراض مرضية وبالتالي بإمكانه يعدي غيره من غير ما يندري. بالنسبة لمصطلح زونوسس أو بإمكاننا نقول زونوتيك إنفكشن أو زونوتيك باراسايت هو الباراسايت اللي يعدي في العادة الحيوانات لكن بإمكانه بطريقة أو بأخرى أنه ينتقل ل البشر. Pre-patent period و incubation period مصطلحين قراب من بعض بفارق وحيد. Pre-patent period هي الفترة الزمنية ما بين حصول العدوى وبداية ظهور الطفيل في العينات المسحوبة من العائل المصاب. أما عن incubation period فهي الفترة الزمنية ما بين حصول العدوى وبداية ظهور الأعراض المرضية. موضوع مهم host parasite relationships العلاقة بين العائل والطفيل. العلاقة بين العائل والطفيل ممكن تكون واحدة من أربع أنواع. النوع الأول يسمى symbiosis أو living together. العلاقة هذه علاقة دائمة permanent بحيث الهوست والباراسايت يعيشوا معتمدين على بعض dependent upon each other بحيث يستمدوا من بعض فائدة ضرورية لبقائهم على قيد الحياة وبالتالي من المنطقي إن ما يقدروش يعيشوا أبعاد عن بعض. في العلاقة هذه الزوز حيستفيدوا ولا واحد منهم حينضر. علاقة أخرى علاقة الكومنساليزم أو eating at the same table يشبه فيها وكأنك عزمت حد يأكل معاك على نفس الطاولة. في الحالة هذه هو حيستفيد وأنت لا حتنضر ولا حتستفيد. ففي الحالة هذه الباراسايت يسمو فيه كومنسال وهو يمثل الشخص المعزوم. الباراسايت حيستمد الفائدة من العلاقة هذه من غير ما يسبب ضرر للهوست والهوست لا حيستفيد ولا حينضر. علاقة أخرى ميوتشاليزم هي علاقة يستمد منها الهوست والباراسايت الفائدة. الزوز حيستمدوا منها الفائدة لكن بإمكانهم يعيشوا أبعاد عن بعض بعكس السيمبيوسس. سيمبيوسس ما قدروش يعيشوا بعاد عن بعض إنهم كانوا معتمدين على بعض. أما الميوتشاليزم كان لقوا روحهم قراب من بعض in close association حيستفيدوا وكان عاشوا بعاد عن بعض ما عندهمش مشكلة. آخر علاقة واللي هي أهم علاقة بالنسبة لنا إحنا كأطباء هي علاقة الباراسايتزم. هي العلاقة اللي يستمد فيها الطفيل الفائدة ودائما يسبب مرض للعائل.
هذه هم العلاقات، من الضروري نفرقوا بيناتهم ونعرفوا في كل علاقة مين استفاد ومين انضر. Types of parasites، أنواع الطفيليات، والتقسيمة هذه كانت على حسب خواص الطفيل. فمثلا Ectoparasites، تم تسميتهم Ectoparasites لأنهم الطفيليات اللي تعيش على سطح جسم العائل وتسبب له infestation من غير ما يديروا penetration into the tissue، من غير ما يخشوا لداخل جسم العائل. كمثال عندنا بعض الأرثروبودز، بعض الحشرات زي الفليز، البرغوث والتكس لغرادا، هادو يستمدوا الفائدة من العائل من الخارج. عكس الإكتوباراسايت عندنا الإندوباراسايت اللي هم الطفيليات اللي يعيشوا داخل جسم العائل ويسببوا له infection. كمثال عندنا الإنتاميبا هيستولاتيكا، هذا الطفيل يعيش داخل جسم الإنسان بالتحديد في الأمعاء متاعه. نوع آخر من الطفيليات اللي هو الأوبليجيت باراسايت. أوبليجيت معناها مجبر أو ملزوم. الطفيليات هذه مجبرة أو ملزومة تعيش داخل هوست، ما يقدروش يعيشوا فري ليفينج، ما يقدروش يعيشوا بروحهم، زي البلازموديوم مسبب مرض الملاريا، ما يقدرش يعيش فري ليفينج، يا أما تلقاه في الموسكيتو في البعوضة يا أما تلقاه في الإنسان. عكس الأوبليجيت باراسايت عندنا الفاكولتيتيف باراسايت، هو الطفيل اللي يقدر يعيش بروحه، يقدر يعيش فري ليفينج، لكن كان أتاحت له الفرصة بإمكانه أن يعيش باراسيتيك لايف داخل هوست. كمثال عندنا الأكانثاميبا، هي عبارة عن طفيليات بإمكانها تعيش في المية في التربة فري ليفينج، وكان أتاحت لها الفرصة بإمكانها تهدي الإنسان وتعيش باراسيتيك لايف داخل جسمه. Accidental parasite من اسمه هو parasite خش لهوست ما يعديش في العادة عن طريق الخطأ. كمثال زونوسيس زي ما قلنا هو parasite يعيش في العادة في الحيوانات، لكن عن طريق الخطأ خش للإنسان. في الحالة هذه نقول إن parasite هذا accidental parasite. Apparent or wandering parasite هو زي accidental parasite، بفارق وحيد إن parasite يخش لaccidental host ويكتشف انه ما يقدرش يتطور اكثر، it cannot develop any further. كمثال عندنا التوكسوكارا، هي ديدان تعيش في العاده في الدوجز والكاتس، لكن كان اصابت الهيومنز، كان اصابت الانسان، تكتشف انه مش قادره تتطور فيه اكثر، فتقعد تلوت في جسمه wandering وخلاص. بالنسبه للهوست سبيسيفيك باراسايت من اسمه هو باراسايت يعيش في هوست معين فقط، ما يعيشش في غيره، زي الانتاميبا هيستولاتيكا تعتبر purely human parasite، عبارة عن parasite يعيش في الإنسان فقط، ما تلقاش في مخلوقات أخرى. opportunistic parasite هو parasite يستغل opportunities، يستغل فرص مش متوافرة في العادة. كمثال عائل عنده نقص في المناعة، opportunistic parasite يمشي يدير له infection و disease. الأوبرتونيستيك باراسايت في الحالة الطبيعية ما يقدرش إنه يسبب إنفكشن ولا ديزيز، إنما فقط يستغل الفرص هذه باش يخش لعائل. كوبروزويك أو سبوريوس باراسايت هو الباراسايت اللي يخش للعائل عن طريق الفم، ويعبر في الدايجستيف تراكت ويطلع مع الستولز من غير ما يسبب إنفكشن. سموه كوبروزويك يعني يتواجد في البراز لأنه قعد في البراز وما سببش إنفكشن. أما عن سبوريوس زائف، سموه زائف لأنه كان عامل المختبرات خداع عينة براز بالصدفة لما طلع الباراسايت هذا في البراز، حيعتقد أن الإنسان هذا عنده إنفكشن، لكن في الحقيقة كان مجرد كوبروزويك سبوريوس باراسايت. Permanent parasite هو الباراسايت اللي علاقته مع الهوست دائمة، كمثال عندنا اللايس القمل علاقته مع الإنسان دائما. temporary parasite هو الباراسايت اللي علاقته مع الهوست مؤقتة، زي الموسكيتو زي البعوضة، جي تاخذ البلد ميل بتاعها وفيما بعد تمشي في حالها. types of hosts أنواع العائل، زي ما قسمنا الباراسايت حنقسمه أيضا العائل. أول نوع هو definitive host، يسمى أيضا بالprincipal host ويسمى أيضا بالfinal host.
الديفينيتيف هوست هو الهوست اللي حتلقى فيه المراحل الناضجة، المراحل الجنسية النهائية من الطفيل، وبالتالي التكاثر الجنسي للطفيل حيصير في الديفينيتيف هوست. كمثال عندنا الموسكيتوز، البلازموديوم مسبب مرض الملاريا حيتكاثر جنسيا في الموسكيتو، وبالتالي الموسكيتو تعتبر الديفينيتيف هوست للبلازموديوم. أما عن الانترميديت هوست فهو الهوست اللي حتلقى فيه المراحل الغير ناضجة الغير جنسية من الطفيل، وبالتالي التكاثر اللا جنسي للطفيل حيصير في الانترميديت هوست. كمثال عندنا الهيومنز، البلازموديوم حيتكاثر لا جنسيا في الهيومنز، وبالتالي الهيومنز يعتبروا الانترميديت هوست للبلازموديوم. نحط في بالنا ان البلازموديوم وخلال دورة حياته عاش في اكثر من هوست، عاش في 2 تحديدا، في الموسكيتو وتكاثر فيها جنسيا، وفي الهيومنز وتكاثر فيهم لا جنسيا. اما عن الطفيليات اللي تعيش في هوست واحد فقط خلال دورة حياتها، فالهوست هذا حيعتبر الديفينيتيف هوست لها بغض النظر عن طريقة تكاثرها. طبعا مش كل الطفيليات تستحق intermediate host، لكن الطفيليات اللي تستحق intermediate host حيكون essential for the completion of their life cycle، حيكون مهم جدا ومش حيقدروا يكملوا دورة حياتهم من غيرها. بعض الطفيليات تستحق أكثر من intermediate host، فتبدأ تمشي من intermediate host للتاني لعندما تكمل دورة حياتها. الريزرفوار هوست هو عائل مخزن وحامي للطفيل، وبنفس الوقت مصدر للعدوى. كمثال عندنا نوع من أنواع الطفيليات تسمى بالليشمانيا. الليشمانيا هذه تصيب الإنسان، وبش تصيب الإنسان ضروري تنقلها حشرة تسمى ساند فلاي. السؤال هنا قبل ما تنقل الساند فلاي الليشمانيا للإنسان، وين حتتواجد الليشمانيا وكيف حتنجو في الطبيعة؟ الجواب هو الريزرفوار هوست. في الحالة هذه في رودنتس، في قوارض حتعيش فيهم الليشمانيا وحتتكاثر وتتطور فيهم لعندما تجي الساند فلاي وتنقلها للإنسان. بالنسبة للباراتينيك هوست هو الهوست اللي خش له الباراسايت وما يقدرش يتطور أو يتكاثر فيه، لكن يقدر ينتقل منه لهوست مناسب أكثر، بعكس الديد إند هوست اللي هو يخش له الباراسايت وما يقدرش يتطور أو يتكاثر فيه ولا بإمكانه ينتقل لهوست آخر، وبالتالي تنتهي فيه دورة حياة الباراسايت. الفيكتورز ناقلات الطفيليات موضوع مهم. الفيكتورز في العادة يكونوا أريثروبودز، يكونوا حشرات، وبإمكانهم يكونوا من نوعين. النوع الأول يسمى ميكانيكال فيكتور. الفيكتور هذا مش مهم أبدا لدورة حياة الطفيل، إنما مجرد ناقل ميكانيكي للطفيل من مكان إلى آخر يسهل عملية العدوى، لكن الطفيل مش حيتكاثر ولا حيتطور في الفيكتور هذا. كمثال عندنا الهاوس فلاي أو ذبابة المنزل، اسمها العلمي موسكا ديموستيكا، ممكن توقف على براز يكون فيه طفيل ومن ثم تمشي توقف على ماكلة. في الحالة هذه نقلت الطفيل الماكلة وسهلت عملية العدوى. أما عن البيولوجيكال فيكتور الناقل الحيوي، فبعكس الميكانيكال فيكتور البيولوجيكال فيكتور مهم جدا لدورة حياة الطفيل، لأنه مش مجرد فقط ناقل للطفيل، بل أيضا الطفيل حيتكاثر حيتطور أو حيتطور ويتكاثر في الفيكتور هذا. كمثال عندنا البلازموديوم مسبب الملاريا مش حينتقل كان متكاثرش جنسيا وتطور في الموسكيتو، ومن ثم الموسكيتو تاخده وتنقله للإنسان. معلومة جانبية، فصيلة الموسكيتو اللي تنقل فيه الملاريا هي الأنوفيلوس، ومن الضروري تكون فيميل لأن الفيميل هي اللي تتغذى على الهيومن بلود. Life cycle of the parasites. بالنسبة لللايف سايكل متاع الباراسايت بإمكاننا نقول عليها direct or simple life cycle، كان الباراسايت يعيش في host واحد فقط طيلة فترة حياته، ونقول عليها indirect أو complex، كان الباراسايت يعيش في أكثر من host. Sources of infection. مصادر العدوى تختلف باختلاف نوعية الطفيل، فبعض الطفيليات تنتقل من إنسان إلى آخر، والموضوع هذا يسمو فيه anthropognosis.
بعضها ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، وزي ما قلنا يسمى الموضوع هذا زونوسيس. بعضها ينتقل من الفيكتور إلى الإنسان. بعضها يتواجد في التربة، في السويل، في الواتر والفود، وينتقل للإنسان اللي يأكل أو يشرب المية الملطخة بالطفيل هذا. وفي بعض منها يتواجد في اللحم الني أو اللحم الغير مطهي جيدا. Modes of transmission، طريقة الانتقال تختلف أيضا باختلاف نوعية الطفيل. فبعض الطفيليات تنتقل oral or fecal-oral، اللي هي عن طريق الفم أو من البراز إلى الفم، بحيث الإنسان يأكل حاجة ملطخة بالطفيل. طفيليات أخرى عندها مقدرة penetration of the skin and mucous membrane، يعني تقدر تخترق الجلد وتدير infection. كمثال عندنا نوع من الديدان يسمى بالchestosoma، في مرحلة ما من دورة حياته يعيش في المية وينتظر الإنسان أن يجي يعوم في المية هذه، باش يمشي للجلد متاعه ويفرز إنزيمات معينة يخترق بها الجلد ويسبب infection. Sexual contact، الاتصال الجنسي، يعتبر أيضا نوع من أنواع modes of transmission، ويعتبر horizontal transmission، يعني انتقال مكتسب. نعرفوا أن الترانسميشن يكون من نوعين، يا أما horizontal مكتسب، يا أما vertical اللي هو مورث. Sexual contact يعتبر انتقال مكتسب، horizontal transmission. Bite of vector بإمكانها تكون أيضا أحد أنواع mode of transmission. Vertical transmission زي ما قلنا هو الانتقال المورث من الأم إلى الأوفسبرينجز متاعها، سواء transplacental كان المخلوقات تلد، أو transovarian كان المخلوقات تبيض. عندنا blood transfusion، نقل الدم بإمكانها أيضا يكون mode of transmission، وكذلك organ transplantation. Auto infection هي أن الإنسان يعدي نفسه، يعني الطفيل يتكاثر في جسم الإنسان ومن ثم يعديه من جديد. آخر موضوع حنحكو عليه في جزئية الـ Introduction هو Nomenclature of Parasites، أو كيفية تسمية الطفيل. اسم الطفيل يتكون في العادة من كلمتين، كمثال هنا عندنا Entamoeba histolytica. الاسم الأول Entamoeba هو الجينس نيم أو الجنس الذي ينتمي له الطفيل. أما عن الاسم الثاني histolytica فهو species name أو الفصيلة التي ينتمي لها الطفيل. بالنسبة للجينس نيم من الضروري كتابة الحرف الأول capital، وبإمكاننا نختصر الكلمة بالكامل زي ما مدارين هنا كاتبين حرف E ومن ثم histolytica، لكن في الامتحان العملي من الضروري كتابة الاسم بالكامل. بالنسبة للSpecies Name الهيستولاتيكا يكتب بالحروف الصغيرة ولا يمكن اختصاره. هذا هو بالنسبة لجزئية Introduction to Medical Parasitology. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.